اخذ نمره تليفوناتنا مننا. ففي الاول انا اديته النمره غلط صراحه. نمره البيت، نمره الموبايل بتاع البيت. فانا رفضت، يعني اديتها غلط. قلت على الاول هشوف، اصلا ميت ميت، فانا عارف هيحصل ايه، مش فارقه يعني. يمكن كمان محمد هيحكي دلوقتي على حاجه هتوضح ان احنا كنا عارفين ان احنا ميتين. فاديته النمره غلط، فجالي 5 يوم كده قال لي انت مديني النمره غلط، ما حدش بيرد. قلت له انا مش مسؤول ان حد يرد، انا اديتك النمره. طب اطلع النمره انت اللي تتكلم. المهم قمت متكلم النمره صحيح. هو يعني كل اللي طلع يقول له حاجه واحده بس، قول ان انا اديهم الفلوس عشان لو ما اديتهمش هتبعك. لا بيعرف هو بيقول اديهم فلوس كام، جنيه ولا 10 ولا 1000 ولا 50 ولا غيره. ما اعرفش حاجه، قول بس الكلمات. قلت له طيب ماشي. فطلع، طلع محمد عيسى وطلع ممدوح وطلع كلموا اهلي. وطلعت انا، فبيقول لي قول كذا. قلت له هقول كذا. وانا بمسك التليفون قلت لهم روحوا لاهل ممدوح واقعدوا مع بعض وشوفوا هتعملوا ايه. قال قول لو ما اديتهمش الفلوس هيتبعك. قلت له طب ما انت قلت اهو، هم سمعوا. ده حقيقه. فقال طيب ماشي ماشي. اخذ هو بقى بعد يعني هو الكلمتين دول، وبعد كده هم يقولوا الكلام. يجي الكلام. يعني انا مش عارف دين ايه اللي انتوا بتتكلموا فيه ايه، ما اعرفش. هرجع يوم 25 هتشوفوا. هو بيقول كده. المهم الكلام، طبعا الكلام اللي ملوش لازمه طبعا، في كلام ما ينفعش اقوله على الاعلام. طبعا بيتقال في الجهات السياديه اتقال. لكن هم ناس يعني كلمه ناس مجرمه دي قليله عليها. قليل عليه.